ازاي ممكن نستعين بالطاقة دي وبالقوة دي في حالة الانتكاسات النفسية؟ يعني انا ماشي في باث بس مش شايف ان في حاجة بتتغير فانتكست، ازاي بقى يعني اقدر استعين بخطوات عملية بالطاقة دي، او افكر ازاي اقول لنفسي ايه؟ لازم اقول لنفسي اول حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى موجود، وهو اللي في ايديه في النهاية، في الاول وفي الاخر هو اللي في ايديه الشفاء. التسليم، يعني احنا كلنا القبول، القبول القبول والتسليم، يعني ده واحد من المبادئ النفسية والسيكولوجية اللي بنتكلم عليها، ان انت تبقى اكسبتد وتبقى مسلم لربنا سبحانه وتعالى. الاول تتقبل ثم تسلم. حتى في المراتب الصوفية والصوفيزم هتلاقيهم في عندهم مراتب ودرجات. في الاول القبول، في الاول ان انت تبقى مصدق، ثم اللي هو متقبل عندنا احنا ايمان. الايمان، ثم بعد كده تصل الى درجة عليا من الايمان اللي هي تبقى في عندك التسليم بما يفعله ربنا سبحانه وتعالى. لما انا بقوي الجانب الروحي عند المريض، سواء المريض النفسي او حتى زي ما اقول لحضرتك المرضى اللي عندهم مشاكل صحية، لما بقوي الجانب الروحي، لا انا هنا بزود من مناعتهم النفسية، وبالتالي حتى جهاز المناعة اللي موجود، الخلايا وكرات الدم البيضاء تبتدي تزيد وتبتدي تتحرك وتبقى أنشط، لأن في باور بيحركها، كأنك حطيتيها يعني في موتور كده ابتدى يحرك المواضيع. فبدل اليأس والتسليم ابتدي بقول لا، طب خلاص تمام انا هسلم لربنا، هبتدي. وده جزء احنا بنعلمه حتى للمرضى، وجزء من كل المدارس العلاجية في الطب النفسي وفي علم النفس، ان لازم يبقى في جزء ممارسات روحانية، الممارسات الروحانية والتوكيدات والتوكيدات والكلام ده. حتى مبدأ الان ايه في اللي هم الناركوتيك انونس، او اللي هو المبدا اللي بيشتغل بيه على علاج الادمان، هو اصلا كلها ممارسات روحيه، وبتتم يعني بدايتها كانت عباره عن ممارسات روحيه، ثم وجدوا ان هذه الممارسات الروحيه ممكن تبقى ليها علاقه كبيره جدا بمنع الانتكاسات، وليها علاقه كبيره جدا بنسب الشفاء الاعلى، وليها علاقه كبيره جدا بتعديل نمط الحياه وشكل المريض والمقال، او ان المريض قد ايه. مثلا 100 مريض يبقى في منهم 80 بيشفوا، مش بس 15 او 20، لا نسب النجاح بتبقى اعلى جدا مع الممارسات الروحيه الصحيه. طب